السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على سبعه ديال الحوايج اللي يمكن لكم ديروا في 2021 باش ديروا بزاف ديال ماني هاني بزاف ديال العاقه. خليكم معايا. السلام عليكم. الاسم ديالي ابراهيم فاطير ماركتين. اليوم غادي نهضر معكم على سبعه ديال الحوايج اللي يمكن لكم ديروا في 2021 باش ديروا بزاف ديال الفلوس. غنبدا لكم بالاقل اهميه وغادي نسالكم بالنسبه ليا غنسالي بالاهم وحده يمكن لكم ديروها في 2021. نمبر 7 واللي هي معروفه بزاف هي اليوتيوب. يمكن لك دير يوتيوبر وكتولي انفلونسر، كتهضر مع الناس وكتحاول تقدم داك الحوايج اللي كديرهم في اي مجال ديال الاختصاص ديالك، الا كنتي في الاي كوميرس ولا الماركتين، اولا الا كنتي في شي حوايج وحدين اخرين مثلا غير صباغ ولا نجار ولا كتلعب الكره ولا عندك شي موهبه من المواهب كيمكن لك تقدمها في اليوتيوب ودير بها بزاف ديال الفلوس. نمبر 6 وتا هي في الفيديو هي التيك توك. دابا التيك توكر احسن من يوتيوبر، علاش؟ لان الريتش ديال التيك توك هو اكثر وسهل بان تعرف في التيك توك، والتيك توك يخدم بما يسمى بالاي اي ارتفيشال انتليجنس، والارتفيشال انتليجنس هي اللي كدير بزاف ديال المسائل بالنسبه للناس اللي كيحاولوا انهم يقلبوا على النيش ديالهم. ف بهذيك الارتفيشال انتليجنس كيمشي الفيديو ديالك الناس اللي كيتعجبهم داك الاختصاص ديالك. نمبر 5، نمبر 5 وهو 55 عليكم، هو انك تكون بلوغر، يعني انك كتجمع بزاف ديال الحوايج ويمكن تهضر في حوايج اللي من الاختصاص ديالك اولا ماشي من الاختصاص ديالك، ولكن كتكتب عليهم مقالات وكيمكن لك تحولهم الى فيديوهات وتسوق راسك بهم اولا تسوق المنتوج ديالك بهم. نمبر 4، الرابعه وهي انك تكون انفلونسر، يعني انك كتجمع يوتيوبر وتيك توكر وانستغرام وبلوجر وكتولي انفلونسر، كتحاول انك دير شويه ديال البلوغ، كدير شويه ديال يوتيوب في تيك توك في انستغرام في فيسبوك في تويتر حتى في بينتريست حتى الجميع حتى لينكدين، الا كنتي كدير شي حاجه لي بروفيسيونيل بزاف واللي لازم تواصل على مع الناس بها وخصك دير بزاف ديال النيتوركين. فاش كتولي انفلونسر اللي عندك واحد لا بريزونس، يعني كتكون في بزاف ديال المواقع، كتكثر من الحظوظ ديالك انك توصل لبزاف ديال الناس. رقم 3 وهي الاي كوميرس. بطبيعه الحال غادي تتفاجئوا بان قلت الاي كوميرس هي الرقم 3 في 2021، لان كاين ما احسن من الاي كوميرس في 2021 اللي يمكن لكم ديروا. بطبيعه الحال الاي كوميرس فيه دروب شيبين، ولكن انا بالنسبه ليا من الاحسن ديروا الاي كوميرس يعني الحقيقي، تبيعوا منتوج حقيقي وحاولوا تصوبوا شي حاجه ديالكم وديروها البراند. الاي كوميرس هو البيزنس اللي ما تضررش من الكوفيد 19، بالعكس انه بزاف الناس استفدوا بما فيهم هذا العرض الضعيف، وبزاف ديال الاخوه اللي كاينين في الاي كوميرس داروا الفلوس اكثر من الاعوام اللي قبل، لان الكوفيد 19 رغمات الناس على انهم يمشيوا للانترنت وانهم يكومونديو من الانترنت. نمبر 2، نمبر 2 هي دير ديجيتال ماركتين ايجنسي. الديجيتال ماركتين ايجنسي دابا في هذا الوقت، لان بزاف ديال الناس عرفوا الاهميه ديال الماركتين ديال الاي كوميرس اون بارتيكولير ديال الويب ماركتين ديال الانفلونسين ديال السوشيال ميديا، بزاف ديال الناس اللي عرفوها دابا وبزاف ديال لي بيزنس العاديين اللي عرفوها، والمشكل عندهم هما كيفاش يسوقوا راسهم في الانترنت. هما ما كيعرفوش يستعملوا لا الحاسوب وما كيعرفوش يستعملوا حتى التليفونات ديالهم باش يصيفطوا ميساجات. كيعرفوا بطبيعه الحال كيفاش يديروا واتساب وفيسبوك وداكشي، ولكن نتوما لان غتكونوا بروفيسيونيل وغادي تعلموا هادشي وغادي تحاولوا تعطيهم واحد القيمه مضافه على داكشي وتوريوهم كيفاش يمكن لهم ينقلوا البيزنس ديالهم العادي البيزنس الافتراضي، ويمكن لكم تجيريو لهم هادشي بواحد النسبه اللي كتراوح ما بين 5% حتى 30% على حسب المطالب ديال هاد الزبناء ديالكم. بطبيعه الحال الا درتي ويب ماركتين او لا ديجيتال ماركتين ايجنسي كدير كل شيء، كيمكن لك تخدم مع انفلونسرز، كيمكن لك تخدم مع ناس اللي ديجا في الاي كوميرس، ولكن كيمكن لك تعطيهم واحد القيمه مضافه، مثلا يمكن لك تزيد لهم الاسيو، كيمكن تزيد لهم الايميلين، كيمكن لك تعرفهم اكثر بالسوشيال ميديا، كيمكن دير الفيسبوك اد، كيمكن لك دير الاي كوميرس وهذا الشيء. والنمبر 1، النمبر 1 هي قريبه ديجيتال ماركتين ايجنسي، ولكن انا كنسميها اي كوميرس ماركتين ايجنسي. علاش كتبريسيزي وعلى كتولي مختص في الاي كوميرس؟ علاش؟ لان بزاف ديال الشركات في 2020
يعني تلقاو ضربة موجعة جدا في المبيعات ديالهم، لان كانوا كيعتمدوا على المتاجر ديالهم باش الناس يدخلوا لعندهم ويبيعوا. الا جيتي عندهم وقلتي لهم انا ما كنديرش ديجيتال ماركتينغ ايجنسي كلها، كندير غير الاي كوميرس والماركتينغ ايجنسي، يعني انني انت كواحد الزبون ديالي ولا واحد الانسان اللي كدير ديجا التجاره، عندك واحد المحل ديال الملابس، عندك واحد المحل ديال السيارات، عندك شي قهوه ولا عندك شي ريستورون، انا كنحول لك داكشي اللي كدير في الواقع كنحوله لك للعالم الافتراضي، وكنتصاوب لك واحد شوبيفاي ولا ووكوميرس ولا ويكس ولا ماجينتو ولا اي بلاتفورم هذاك الكليان غادي يحتاجها ولا يبغيها ولا هو يفضلها ولا كيحس براسو بانه اليز باش يخدم بها، كتعطيه ديك البلاتفورم وكتوريه كيفاش يدار. ولكن بطبيعة الحال بما ان اكثرية ديال الناس واكثرية ديال الاصحاب في المقاولات ما كيعرفوش كيفاش يسيروا المقاولات ديالهم في العالم الافتراضي، يعني ما كيعرفوش يبيعوا ولا يديروا الاي كوميرس، كتجي انت كتوريهم كيفاش يديروا الاي كوميرس وكيفاش يستعملوا داك الحوايج اللي غادي توريهم باش يمكن لهم يبيعوا اكثر في العالم الافتراضي. وكتكون عندهم واحد المشكله انهم واخا حتى الى تعلموا ولا عرفوا كتبقى عندهم واحد المعرفه محدوده، فهما كيقولوا لك اولا انت يمكن لك توريهم على ان الخدمه يمكن لهم يديروها بوحدهم، ولكن يمكن لك انت ديرها لهم وكتاخد فيها واحد البورسونتاج. علاش كنقول لكم بان الاي كوم ماركتينغ ايجنسي احسن من ديجيتال ماركتينغ ايجنسي؟ لان لا بريسيزيون ديال انك كدير التجاره الالكترونيكيه، بزاف ديال الناس اللي كيبغيو غير يبيعوا في الانترنت ما كيبغيوش يتعرفوا، ما كيبغيوش، ما عندهمش مشكله انهم يعرفوا بالمنتوج ديالهم، وما كيلقاوش واحد الاهميه في انهم يعرفوا المنتوج ديالهم الا ما كانش المبيعات. فانت كتجي كتقصر عليهم هذيك المسافه وكتوريهم الاي كوميرس، وفي نفس الوقت انت يمكن لك دير الاي كوميرس بالنسبه للمنتوجات ديالك، ولكن فاش كتخدم مع الزبناء اولا كيكونوا عندك زبناء اكثر، كيكونوا عندك بزاف الناس اللي عندهم هما المنتوج ديجا واللي عندهم البلاتفورم واللي هما عندهم واحد التجربه كبيره من ناحيه ديال الانتاج ومن ناحيه ديال تغطيه الانتاج، وحتى بعض المرات التوزيع كيكون عندهم مزيان. فانت كتعاون بواحد الانسان اللي عنده خبره في الانتاج وخبره في المنتوج، وانت كتعطيه الخبره في التسويق عبر الانترنت. وإلا درتي 10 ولا 20 ديال الزبناء بحال هكا، حسن لك ما دير الاي كوميرس بوحدك، وكتولي كتخصص بزاف ديال المجالات، وكيكونوا عندك بزاف ديال لي وينر برودكتس، وكتاخذ واحد العموله اللي كما قلت لكم يمكن تمشي من 5 حتى ل 30. بعض المرات كاينين الناس اللي يمكن لهم يعطيوك حتى 50% في المبيعات ديالهم في العالم الافتراضي. علاش؟ لان هما ما كانوش كيبيعوا في العالم الافتراضي من قبل، ما كانوش كيديروا الاي كوميرس، فاللي كتجي كتكون ربح. نتمنى نكون عاونتكم ورديت على تساؤلات ديال بزاف ديال الاخوان اللي قالوا لي شنو هما الحوايج اللي يمكن يديروهم في 2021. سمية ديالي إبراهيم فطيط، السلام عليكم.